3 2 1 اكشن. لا صباح الخير. بلش رول رول. جاهزين عشان نسوي محلية حافية. نسوي سانتور محلية. هلو ممتاز ممتاز الله يعطيك العافية. كات الشورت بريد بسكوت انجليزية تنشرب تنوكل كرشة تبين لما تذوقونه راح تصدمكم نكهة. لا ليش تصدمهم؟ وين طالع؟ نسيت هني. اوكي مو حلوه؟ بعد مره وايد حلو قوليها مره. اوكي اوكي انسى انسى ما ابتسامه. هذا بعد شنو؟ ابتسامه حفظته ثالث مره. ها ابتسامه. هذا مو ابتسامه؟ ما اقدر اقول لك انا انا اصلا لثتي مشقوقه قاعد اتكلم زين. هيل وزعفران مع السمسم بعد يعني الشاق لك الحلج من هنا لهنا. من اقرب المخبوزات اللي ما ابتسمت؟ اوكي لحظه لحظه اكو شيء طاح. حلوه الاجابه قنعتك. الحين نحطها طاح. بغينا نسأل شنو السؤال الأول؟ هو تسأل شنو بردت وهذا علق. حاطين بعد طحين، أنت شو مسوية؟ أنا متأكدة حاطة ثلاث أرباع الكرتون. قب بيض. قب بيض ولا قب؟ تحت الكسرة حلو. جدا سهل الحشوة، لحظة ستوب أعطيني الجوز. نسينا الجوز. وتعطيها حلاوة السكر لل أنا عسماوي فدقيقة. طبعاً هني عشان بالاستديو ما عندنا غير ولعتين ولا أنا أسوي بثلاثة. ما أعرف أنت لما تسولف تي تضحك؟ بابكا سوري مو بابكا بابا نسيت. عبارة عن كيوبز من البنغي اللي هو نسيت. هذه ما أدري ليش تطيح كل شوي. المخرج ما أقدر أحكي أمه موجودة. بس خلت تروح. على اساس نسوي نسيت اسم الطبق بس يلا لحظه لحظه بطلت الخلاطه. البسكوت وين الحين لحظه نسيت المعلومه. هني ولا هني؟ يعني صح من هناك وهني شلون بالله كذي؟ السيويه يعني البلاليط بالكويتي. لا خلصوا انتوا واحد واحد. ايش رايك مخرج نسوي شيء نفس اليابانيين ويرجع لي واصبه؟ حلويات كويتيه تطيب شنو؟ تحل جورميه كويتي. خلصنا؟ قلت لكم انا اليوم بصلي العصر بالبيت. انا اي انا ما ابي انتوا تبون تمشون صح؟ جورميه كويتي بيض القطه لدوم عليكم بالعافيه. خلاص؟ اوه عجيبة. شكرا. أنا الشيف فاطمة السعدي بيستري شيف.
بدايتي بالمهنة هذه كانت executive chef. البداية هذه ساعدتني إن أنا أدخل في كل المجالات، لازم أكون متواجدة في كل الأقسام. بلشت أخذ دورات مع شيفات عالميين، شيء أونلاين، شيء حضور، شيء سفر. صراحة هذا المجال فتح لي إني أبدأ مجال الاستشارات. معاكم ريم المشوت شيف. بديت رحلتي من 5 سنوات تقريباً. استهواني الموضوع وحسيت بفرق من مطبخ البيت للمطبخ الاحترافي. بعدها بديت بمجال الاستشارات وقررت أنا واثنين من أهلي أن نبطل مطعمنا الخاص فينا. معاكم الشيف زياد العبيد. رحلتي بالاندستري هذه صار لها 15 سنة. ابتديت من كومي 1 أقل درجة بالمطبخ إلى اليوم وصرت R&D شيف. ليش أنا أحب المجال هذا؟ مجال يعني ما يخلص، كل يوم في طريقة جديدة، كل يوم في انجرينيس جديد، كل يوم في طعم جديد. ماستر شيف عايشة الفارسي. بدايتي بالطبخ كانت في 1979 لما كنت أنا مدرسة بالثانوية، كنت أسوي ريوق حق المدرسات. فلما بدأوا يذوقون الأكل قالوا إيش رأيك تفتحي مشروع وإحنا نشتري منك. كانت هذه أول بداياتي. معاكم الشيف محمد سلمان، عماني من مواليد مسقط. بدأت رحلتي تقريباً من عمر 5 إلى 6 سنوات. بديت أخذ دورات في مختلف أنحاء العالم، بغيت أتعرف على ثقافات مختلفة وعلى أساسيات المطابخ العالمية. على السنوات القادمة أبغى أتخصص في الشيف في كوزين. أنا بلقيس العيار، بديت رحلتي مع الخباز من 6 سنوات. بدايتي كانت هواية حبيتها وقررت بعدين إن أنا أحترفها أكثر. الخبز مو بس طعم، الخبز شكل، مذاق، ريحة. اسمي سمية العبيد، بدأت رحلتي بعالم الطبخ من تقريباً 14 سنة. أشوف راحتي النفسية لما أدخل المطبخ. أطلع كل طاقتي وكل الفن وكل شيء بهذا المكان. الحمد لله الله قدرنا إن نسوي موسم ثاني من غورمي كويتي، والبرنامج هذا له معزة خاصة في قلبي. حاولت إن أنا أسس فيه تفاصيل ما كانت موجودة في البرامج اللي فيها تجهيز أطباق. سعيدنا في هالموسم من غورمي كويتي مشاركين معانا 7 شيفز اللي قدموا لنا إبداعاتهم من خلال الأطباق اللي ابتكروها
كونها غورمي كويتي اللي قدروا يطلعون من حلوياتنا الكويتية المعروفة الأصيلة أطباق متنوعة مبتكرة لأول مرة. وبأشكر طاقم العمل اللي كل واحد فيهم اعتبر هذا المشروع مشروع الخاص. ماكو ألذ من غريبتنا مع الهيل والذوب بالحلج، ماكو أحلى منها. البابلوفا عبارة عن مرينج يكون كريسبي من برا، لكن مجرد ما تاكلونه يذوب على طول بالحلج. نكهتها وطعمها سلكي كريمي ريفريشينج كرانشي. قوام الكيكة يكون ثقيل فيحتاج إلى إضافة كمية كبيرة من السيرب بنكهة القهوة العربية. وضفت عليه التوت الأحمر والتوت الأسود وصار اسمه زلابيا باري تاور. من المتعارف إن الرنجينة ناكلها بأشكال، لكن ما عمرنا شفناها بالتوفي. حشيتها من داخل قرص مفروك وحطيت فوقها الدوم. بساطة الدرابيل وقرمشتها وطعمها الحالي مع طعم الدارسين يعطيها نكهة وايد حلوة. وعشان أسوي غورميه حبيت أضيف له طعم كويتي واللي هو البقسم. يحبون يأكلونها دايماً مع شاي العصر، ومعروفة نكهتها الأساسية الزبدة. فدمجت العصيدة مع التورت شيل على أساس نسوي العصيدة تورت. مهما جربنا من أنواع حلو مرتنا حقر هشتنا. شيء يشبه الفرنش توست بقوامه الاسفنجي. جبدة الفرس من حلويات الكويتية اللي لها تسمية غريبة، لكن الأقرب الدمج اللي مسويته بهالوصفة. حلاوة الشوكولات موس مع مرارة الهرد البسيطة وقرمشة السمسمية تعطي قوام ونكهة خيالية. متعودين على الكليتشة تكون بالتمر، لكن بدخلها بالشوكولات غورميه كويتي. 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 غورميه كويتي.